صراحة فاش كنت صغيرة أنا ما كان فراسي والو، ما كنتش مصدعة راسي كاع. كانت الوالدة كتقول لي يا حقا الحياة ديال الجنس اللطيف يا لطيف. فهاد ثلاثة ديال السطاجات كتكون بنيتها صغيرة، من بعد السطاج الثاني كتولي فهمتي عزبة فك ما يدار، والسطاج الآخر صافي تقبشي الورقة كتولي مرا حتى كتشرفي. أنا فاش كانت عندي نقول لك 13 14 عام كنت ديما كنتسنى داك السطاج الثاني كيسحب ليا راني غادي نتبدل غادي نكبر فهمتي، غندوز من ديك البنيته الصغيره لواحد العزبه. ما كنتش كنعرف كيفاش الناس غاديين يوليو يشوفوني، غادي نتبدل دونك حتى هما النظره ديالهم غادي تتبدل. واخا هكاك الا جيتي تشوف كنت بخير، كنت برهوشه. ناري واحد النهار بقى نعقل لقيت الدم في حوايجي ما فهمت والو، حيتاش اصلا ما كان فراسي والو على حق الشهر وداكشي كامل غير التحرميات اللي كدوز بيناتنا ما بين البنات. تخلعت بزاف حيت ما عرفت ما ندير. بانت لي غير ماما، مشيت كنجري عندها سولت سؤال واحد، قلت لها ماما دبي الا درت شي حاجه غادي نحمل. انا اللي كانت عندي شي بنيته غنشرح لها كل شيء ومن الاول، ماشي نخليها تموت بالخلعه بحالي.